جيب اسم رئيس وزراء ولا كل الصفحات تحت المثقف ومتعلم وفاهم وعي القدرة السياسية ممكن تقود المرحلة ومو بس رئيس وزراء لا تنسب الكابينة مالتها كلها ما تخليهم هم يفرضوا عليك وزارة هذا هو الجزء وبنفس الوقت اللي ما قلت لابد انت الان بدل ما تنتظر البرلمان يجي لك قانون الاحزاب ويضحك عليك ويلتف عليك لانه هذا القانون الاحزاب اللي جابوه كله ارقام تبي انت تقعد بساعات التحرير بالخيم وتناقش قانون انتخاب جديد تتفق عليه تتفق عليه ويصير استمتاع تاتي بقانون احزاب جديد يتفق عليه ويصير استمتاع تاتي بقانون فوضي جديد تاتي بمشروع اصلاح للدستور يضمن الوحده والسياده والعداله للمجتمع هاي الامور كلها تقوم بها العاب سياسيه تقوم بها اذا ما قمت بها راح تسهل العمليه على خصمك او عدوك انه ينقض ويلتف عليك هذا لازم يصير كيفيه القيام فيها دكتور من انت عندك تقسمات في داخل ساحه ايوه انا شرحت لك قصدي شوف احنا حتى لو هنا نختلف في الراي مو وانتماءاتنا مختلفه وخلفياتنا مختلفه ولكن اذا كانت هناك حجه مقنعه الكل راح يتفق عليها رغم الخلافات انا ما اريد ان الخلافات بالعكس الخلافات مهمه يعني شوف احد وهم هذول الاحزاب الشيعيه للاسف هذه ونظام المحصله بالتعاون مع الامريكان حاولوا يدخلون علي شيء مهم جدا لازم ننتبه له ولازم نثبته ونعيده العراق هو البلد الوحيد اللي انتج مو فقط حضاره واحده انتج عده حضارات مو صحيح؟ اذا ما هي قوه وامكانيه هذا البلد؟ قوته وين تكمن؟ قوته تكمن في تنوع عربي خلافه هو هذا اللي ينتج الحضارات وهو هذا اللي يدخلون عليه من 2003 لليوم لأنه دائما كان ينتج حضارة ودولة قومية وتوازن في المنطقة وخارج المنطقة هذا يخوف إيران هذا يخوف إسرائيل هذا يخوف أمريكا هذا يخوف الأحزاب الشيعية أو الأحزاب المصرية ولذلك لازم نأكد عليه أنا ما أريد أدخل الاختلافات بالعكس أنا داخلية بس أريد أوصل إلى نقطة مو بالرقم إنما نتيجة الاختلافات هذه احنا نوصل الى نقطة التقاط توحدنا وهي مو صعبة سهلة وبنفس الوقت السفينة ما ممكن تبحر بدون انكر اللي قصده بانه الانكر هذا هو هذا الموروث التقليدي من مؤسسات دينية وعشائرية وقبلية مو شكل هي تكون عقبة في التغيير لمرحلة جديدة يعني السفينة ما تبحر اذا انكرت ولكن نفس الوقت السفينة ما ممكن تبحر إذا ما في أنكر يعني لا توقف عند رصيف معين اللي أقصد هذا إيش أقصد بأنه أنا مو ضد الدين ولا ضد القبيلة والعشيرة والعرب بس العلاقة في المجتمع بالمؤسسات هذه لازم تنبني على أساس جديد وهذا الأساس الجديد هو الذي تفرضه الشارع الثوري وعلى القبيلة والدين أن تقبل الأسس الجديدة هذه يعني لازم نوضح حالة علاقتنا بالمؤسسات هذه مو نرفضها وهي ممكن تكون داعمة لأسباب اجتماعية وثقافية وين كان داعمة للثورة ولكن الخوف وين؟ نفس النوريات هاي اللي شارك بالآلاف وجابت مساء التاريخ إذا ما ترصد النفس التاريخ ضربت هو هذول الثوار كلهم كانوا يقتلوا ينطلع عيش الصعب وهذا خوف يعني ولذلك أنا أقول لازم نحدد من الآن وبشكل واضح علاقتنا بالموروث هذا التقليدي بشكل بحيث ان احنا ما نبذل او نرفضه لان لو رفضناه راح يقلب علينا ولكن نوحيله بانه الان احنا الان في مرحله جديده اسس العلاقه هذه لازم تنبني على بشكل جديد واعتقد بهذا الشكل يصير هناك بعض مجال لانه كثير من عشائر المناصر والقبائل وكثير من فقهاء الدين في قمة التقدمية والوطنية يعني مو متخلفين مثل جماعة هذول يطلعون بالشارع لا يعني هم جاهزين للأخذ والرد في بناء علاقة جديدة مو صعبة ممكن نطلع بالخطوة
المشكلة الثانية اللي هي قضية الفردية والكتلة البرلمانية. تصور الشارع الثوري بأنه نريد انتخابات تكون عندنا شكل فردي، ما رأي الأحزاب؟ هذا غلط. كون الأحزاب الموجودة فاسدة هذا شيء، بس أنك ترفض الأحزاب حسب كفكرة شيء آخر. لأن مو كل الأحزاب هي هاي. المشكلة وين؟ لما يكون عندك انتخابات وتنزل بشكل فردي، وخلينا نقول ان اغلبيه الافراد اللي فازوا بالانتخابات هم من ساحه التحرير. بس الكتله البرلمانيه ومشروع السياسي شلون يشكل؟ ما يشكل على اساس فردي. لان اي مشروع سياسي، اي سياسه تنميه، اي رؤيه سياسيه هي نتيجه لخزمي حركه جمعيه. مو فردي. وهاي الحركة، هذا التشكيل الجمعي لازم تنتجيه من العام. مو بعدين لما تدخل البرلمان. لما تدخل البرلمان كأفراد من الصعب انك انت تجمعهم في رؤية في مشروع واحد. مو الشكل؟ لأن كل واحد راح يقول والله أنا أمثل بس الزوال. وهذا الزوال واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب هاي شلون أصير؟ ما تصير. أنت الآن ليش أقول أرجع وأقول وأعيد وأصبر بيننا بحاجة إلى حزب وطني، حزب ثورة، حزب مشرين، وهو هذا الحزب راح ينزل ممثلين كأفراد في كل المحافظات تشارك الانتخابات، وإذا فاز بأغلبية هذا الحزب عنده برنامج وعنده رؤية وعنده مشروع يلتم عليه كل الأفراد اللي دخلوا البرلمان ويكون كتلة أغلبية في البرلمان. هاي ما تصير بعد ما تدخل البرلمان، لازم تصير من هسه. لأن مو سهل هذا الأعداد والتنظيم بعلاقة للقيادة التشكيلية أو التنظيمية للحزب. أن الأحزاب السياسية تاريخيا كانت منظمة بشكل هرمي، وهناك نخب تتحكم في قرارات الحزب وسياساته وتوجهاته إلى آخره، وجوا قواعد اجتماعية تنفذ ما يطلب من عند القائد أو النخبة. مو الشكل؟ هذا ينطبق على كل الأحزاب سواء ليبرالية أو اشتراكية أو شيوعية إلى آخره. وهذه أنتجت بيروقراطية عفنة مع الحزب، أنتجت لا مرونة للحزب بالتعامل مع لحظات تاريخية معينة أو أزمة معينة، أنتجت نوع من يعني الامتيازات الشخصية لقيادات ونخب الحزب إلى آخره. فالثورات الحديثة اللي قاعد تصير الآن كان عندها رفض للأسف الرفض هذا لشكل معين للحزب أصبح رفض لكل الأحزاب قاطبة، وهذا خطأ. فصار النقاش حول قضية القيادة الأفقية، بمعنى ليست هناك تنظيمات هرمية ونخب تتحكم في أي مشروع سياسي، إنما تكون هناك مجاميع منتشرة كمراكز قوة منتشرة جغرافيا واجتماعيا، وهذه حسب علاقاتها وحيثيات علاقاتها في منطقتها في جموعها هي أفهم بالواقع والمعاش، ومن خلال خلصني تنسيقيات زي أو لجان، من خلال هذه تتكون قيادة جمعية للحزب مو نخبة ولا عربية بمعنى ديمقراطي، بحيث أن كل المجامع هذه تتمثل بشكل يعني يكون تبديلها بشكل واحد ويكون في عدالة في التبديل. ما تفرض نخبة معينة أو مجموعة معينة رؤاها وتطلعات وأهدافها على المجاميع الأخرى. لماذا لا يصير هناك نقاش وحوار ديمقراطي واتفاق على أولويات، فقط على أولويات للحزب؟ إن باقي الأمور يعني خزنية الحالة المعاشة اليومية تبقى هذه من اختصاص المجاميع أو التنسيقيات المشكلة في حي سقط. فيصير هناك ربط ما بين التنظيم، وهنا نأتي إلى مفهوم غرامشي للحزب، وهو يختلف عن مفهوم التقليدي للحزب. غرامشي يفهم الحزب بالمعنى الموسع أو المفتوح، أي بمعنى حتى أنت تضمنين بأن الحزب ما يتحول إلى تشكيلة نخبوية هرمية سلطوية،
إنما يبقى مفتوح وديمقراطي وجمعي، أن يصير هناك ربط ما بين الشكل خلينا نسميه القانوني أو الشكل للحزب وما بين الحركات الاجتماعية والقضائية، بحيث أنه ما يصير فصل ما بين حزب يمثل المجامع هذه، إنما هي المجامع هذه تكون هي لها تأثير كبير على القرار السياسي في داخل الحزب. وهناك آليات معينة اللي تسمح خلينا نسميها كوريدورات اللي تسمح بالتبادل السياسي والثقافي وهكذا ما بين خلينا نسميها المجامع السياسيه في الحزب وما بين الحركات الدوليه والاجتماعيه. هذا هو المقصود، ونعتقد هذا هو الشكل المهم للحزب. راح اعطيك مثال بسيط واضح على القضيه وليش هذه مهمه وبالذات في واقعنا في العراق. بس بالثمانينات لما كنت انا في المانيا، الحركه الطلابيه في المانيا 68 الى نهايه السبعينات كانت ايضا متردده في تكوين حزب او تشكيل حزب، بس اخيرا اتفقوا على تكوين حزب الخضر في المانيا. والناس اللي قرات حزب الخضر مثل جوش كافيشر، دانيال كومبنيت، مش عارف ايش، هذه ناس عم يشتغلوا على الطاقه، كنت تشتغلوا على السوق. لما سووا حزب الخضر كان مفهومه من الحزب هذا يختلف عن المفاهيم الحزب الموجوده في ذاك الوقت، المحافظ والديمقراطي الاجتماعي الى اخره. ليش؟ ربطوا فكره الحزب السياسي باشكاليه اكبر اوسع من الحزب، اللي هي اشكاليه البيئه. اشكاليه البيئه. ليش هذا كان مهم؟ لانه حتى الناس اللي هي سياسية، لأن حزب الخضر يسار، حتى الناس اللي هي سياسية كانت على يمين حزب الخضر من محافظين ويمين كانت مستعدة أن تنتخب حزب الخضر على مود إشكالية اللي هي. أنا مرة مثلا في فرانكفورت أنا واحد زملائي كنا طلاب وقفنا في هناك تورنتو يسموه أعتقد أورجانيك فارمز أو كان يطلع سوبر ماركت هذه كبيرة أورجانيك، وقفنا عند هذه في ألمانيا متجر في فرانكفورت وسألنا الناس اللي تجي تتسوق بعد ما سألنا الناس هذه وقيمنا الأسئلة هذه اكتشفنا أن كثير من الناس يربطون ما بين قضية الأورجانيك بالرغم من الحزب الخضر ما له علاقه بالقضيه هذه. عرفت ايش قصدي؟ هذا اللي قصدي جرامشي بالحزب بالمفهوم الواسع، مو المفهوم التقليدي المحافظ بخيار رائحه وغربيه، انما الانفتاح الاجتماعي والايديولوجي وحتى الاقتصادي بشكل يسمح لطبقات وشرائح متعدده بانها تشعر بالانتماء لهذا الحزب. النقطه الثانيه والمهمه ان الاحزاب السياسيه صحيح هي كانت دائما تدعي انها تمثل طبقه معينه، ولكن لو تنظر الى بشكل دقيق راح تجدين ان هذا مجرد ادعاء ما كان حقيقي في كثير من الاحيان. يعني مثلا لو ننظر الى الاحزاب الاشتراكيه او حتى الشيوعيه، وانا ما اعرف الاحزاب الاشتراكيه والشيوعيه في اوروبا مثلا، بس اعتقد هذا ينطبق ايضا على منطقتنا، راح نجد كل الجهاز البيروقراطي النخبوي القيادات الحزب كان من طرف الوسطى، ما كان عمال ولا كان فلاحين، صحيح؟ صار احتكار للقرار السياسي والتنظيم السياسي من الطرف الوسطى، مو العمال والفلاحين، وهم كانوا يتحدثون انهم يمثلون العمال والفلاحين، ولكن ما شفت عامل او فلاح في مركز قيادي. فاذا الحزب السياسي هو دائما خلينا نسميه تمثيل لعده طبقات وشرائح في نفس الوقت. وهذا ينطبق عليهم تماما. حزب ثورة تشرين راح يكون حزب يمثل على سنية الطبقات الشعبية، سواء كانوا فلاحين أو عمال أو طبقة وسطى أو عاطلين عمل وهكذا. وهذا هذا الطرح مهم جدا ضد الشكل السياسي المهيمن اليوم اللي هو الشعبوية، الشعبوية اليمينية بأشكالها الدينية أو الترامبية أو غيرها. مقابل هذا المشروع